لا نريد أن نطعن بجيشنا الباسل ولا نريد أن نطعن بقواتنا المسلحة العراقية البطلة الأبية، لكنه الدماء العراقية يبدو أنه مسترخصة من قبل بعض الساسة العراقيين يحاولون زج القوات العراقية بحرب خاسرة أو حرب استنزافية ممكن أن تدمر البنية العسكرية العراقية. نعم لدينا حقوق، ممكن أن نقيم دعوة في المحاكم الدولية، ممكن أن نلتجئ إلى الأمم المتحدة، ممكن أن نلتجئ إلى هيئة الأمم المتحدة، ممكن أن نلتجئ إلى مجلس الأمن الدولي، ممكن أن نلتجئ إلى القوى الخيرة بالعالم، ممكن أن نتخذ يعني سبل دبلوماسية، وأيضا بالنسبة للجانب الاقتصادي ممكن أن نستثمره ونوقف الواردات من تركيا. كذلك تركيا اليوم أيضا متجاوزة على الدفعات المياه العراقية وست أولسو الذي بنوه وحجبوا المياه والدفعات المياه العراقية، وهذا ما سبب دمار وجفاف الأراضي العراقية. فبالتالي هنالك انتهاكات كبيرة تركية، وهنالك ساسة عراقيون يجاملون الوجود التركي بل يرتمون بالأحضان التركية مع شديد الأسف. وأيضا هنالك تصريحات عسكرية وتقدم عسكري واستخدام النار والحركة بتقدم بطيء أحيانا وأحيانا سريع، استخدام القوات البرية تجاوزات على الحدود العراقية، وكذلك استخدام القوى الناعمة اللي هي الاستخبارات والمخابرات، وبين لهم قاعدة عسكرية ضمن الحدود العراقية وبعمق أكثر من 200 كيلومتر في بعشيقة، وكذلك هنالك تجاوزات على السماء العراقية من قبل طائرات مقاتلة وطائرات سمتية وطائرات مسيرة. إذن هي الحرب على العراق، تركيا تستخدم كل أساليب الحروب على العراق، الحرب الإعلامية والحرب المخابراتية وحرب التدخل بالشأن الداخلي وحرب المياه وتجفيف الأنهار العراقية. ما دامت كل هذه الأساليب، عفوا يعني أستاذ عدنان، تستخدم كل هذه الأساليب التي أشرت إليها، هناك أسلوب آخر أيضا تركيا تذرعت به وتذرعت بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة حول الدفاع عن النفس. يعني هذه المادة فعلا هل تبيح لها يعني اجتياح الأراضي الدول الأخرى واستباحة أراضي الدول الأخرى؟ يعني المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تنطبق على كل الدول إلا العراق، العراق فقط ما من حقه أن يدافع عن نفسه. الكل اليوم لديهم أطماع بالأرض العراقية، والكل اليوم يدعون أنه يدافعون عن أنفسهم ودفع الخطر، وبالتالي أمريكا احتلت العراق بال 2003 تحت هذه الذريعة أنه وجود خطر يهدد الأمن والسلم المجتمعي، والعراق يمتلك أسلحة دمار شامل. وبالتالي بتقرير صادر من هيئة من الإدارة الأمريكية في عام 2009 أنه العراق خالي من أسلحة الدمار الشامل، بيوت انتهكت، حرمات انتهكت، دماء عراقية سالت، وثروات عراقية سربت، تلاعب بالمقدرات العراقية، بالحدود العراقية، بالأرض العراقية، وبالتالي لا يستطيع الشعب العراقي أن يدافع عن نفسه ويطالب بحقوقه. الكل اليوم لديه أطماع بالعراق، والكل اليوم تدعي أن العراق يشكل خطر، والعراق يعني يتعرض إلى صدمات وكدمات كبيرة جدا من كل الأطراف.